عصابة قتل. انشرت بالمال كانت انخداع لا يخدع المال كم من فقير عايش براحة بال وانت الغالي ولا ليلة هلالك شوف يا عيني شو اسمه لا يطمعوا يتعب لأم حلال عندك صبي وكاس صح صح معي فكر بوجع الناس ساعد أخوك برأفي وبإحساس صف النوايا دنيا تصفى لك تصفى لك حقير نقي صبي لازم اللي دفنه يا محمود تعبان يا الحامل بيدك ما كنت بشركة سالم الأزهري شو؟ لك أنت جناتي؟ حبيت أعرف تعرفي شو؟ الناس اللي سرقوا أبوك وقتلوه إيه وإن شاء الله شفتي حدا منهم؟ طبعا لك أنت كيف تعملي هيك؟ انا عملت الشيء اللي كان لازم انت تعمله هلا طب طولي بالك بس تشوف على راتب الكلب وافهم مين عدونا كلهم اعدائنا واذا بدك تنتصر على اعدائك لازم تعرف من هن وشفت بنته سوزان وابنه مؤيد بتعرف ان سوزان طيوبه كثير وعاملتني بكل انسانيه ودخلك شو استفدتي من هالروحه كلها استفدت اني شفت شركه سالم الازهري وتعرفت على ولدين من اولاده بتعرف انه سالم عنده 3 شركات غير الشركه اللي فت عليها بنته اللي خبرتك؟ لا أنا قبل ما فوت على الشركة سألت الناس اللي حواليها بس الغريب يا إيها إنه وقت سألت عن سالم الأزهري وولاده قالوا لي إنه بينحلف بحياتهم بالسوق وسمعتهم مثل المسك ما أنت شو رأيك؟ لك مسك ولا زفت؟ واحد منهم أكل حقنا دخلك أنت ليه جايب تياب الشغل؟ لأنه فاير دمي منك ليك يا أميرة اسمعيني منيح إذا لسه بتعملي شي من راسك بنصف الموضوع كله وخلي حقنا يروح على جهنم يلا عجلي بالغدا خليني لحق ارجع على الورشه وبعدين بروح شوف هذا راتب الكلب خير استاذ مهدي في شيء لا بس عم بتذكر وين شايفك ما بتعرف انه بيخلق من الشبه 40 بيخلق من الشبه 40 بس عندي ما بيخلق غير من الشبه واحد أنا ذاكرتي بتعجبك كتير حدي
ومع هيك انا ذاكرتي اقوى، وبقول لك نحن اليوم اول مره بنلتقي. انت بتعرف سوزان؟ سوزان الازهري؟ ايوه، معناتها انت اللي شفتك معها بالكافيتيريا من شي سنه. استاذ مهدي، ومع هيك انا مصر انه اليوم اول مره بنلتقي. اكيد، لانه يوم اللي كنت انت وسوزان ما خليتكم تشوفوني، لذلك ما تذكرتني. كان في علاقه بينك وبين سوزان؟ ما الحقيقه كان في مشروع زواج بيناتنا. قالت لي سوزان بعد ما رجعت البيت، وقالت لي انك شاب ادمي وابن حلال، وانا قلت لها انه هي حياتها وحريتها الشخصيه، بس المهم انه يجي لعند ابوك ويخطبك مشان العالم ما يحكوا. وسافرت فجأة وما عدنا شفنا بعض من وقتها لليوم. اليوم انا فايت على الشركة شفتها، سلمت ما رديت، تنشنت ودارت ظهر ومشيت. ايوه، معناتها زعلت قبل ما تسافر. الحقيقة كان في ظروف قاهرة ورفضت تسمعها. يا سيدي، وهم طلعنا معرفة وأنا سعيد بهالمعرفة. يا سيدي كله تغير، وهذا بيعني إنه رح يهتم الموضوع غصبا عنه حتى ما ينفضح، ولو إنه نظراته ولهجته ما بتطمن بنوب، وكأنه ناوي على شيء. فكرك يعني إنه ما يهتم؟ لا طمن طمن طمن، وحياتك إذا ما تجاوب معي الليلة لا تكون الأسماء والتواريخ والمبالغ قدام أبوه. إيه بس أكيد ما عن طريقك. شلون؟ بفهم منه شك فيك؟ شك؟ بس قدرت أطلع منه. ماشي سهيل بيك، المهم بعد ما تحكي معه طمني. أمرك. مع السلامة. مع السلامة. طيب ممكن تعطيني فكرة عن المشروع اللي بدكم تبنوه؟ الحقيقة هو مشروع خيري بابا حب يبنيه لوجه الله، جامع ومستوصف ومأوى عجزي، وبابا اختار شركتكم لتبني المشروع. يعني انتو ما شفتوا ولا شركة قبل ما تعرضوا المشروع علينا؟ بيني وبينك انا فكرت شوف شركات تانية، بس قلت لحالي شوف عرضكم بالاول. انتو قديش قايمين للمشروع؟ لا طبعا ما بقدر اقول لك لاسمع الوالد، بس انت بتعرف انه البابا بيعتمد عليه اكثر واحد هون بالشركه بتقييم اي مشروع ماليا. باعتبارك رئيس الحسابات؟ باعتباري ذكي وبفهم، وباعتبار انه كلمتي ما بتصير عنده تنتين. يا ريت تكون واضح اكثر من هيك. اكثر من هيك؟ ممكن نفتح قلوبنا اكثر؟ يا ريت. عندك للسر مطرح؟ عندي مطرح أكيد. جربني ما رح تندم، نحن الشباب ستر وغطى على بعض. أقول لك الصراحة أستاذ مهدي، الحقيقة بالوقت الحاضر أنا بحاجة شوية مصاري، وحابب الشركة بدها تنفذ المشروع تقم لي قرشين على جنب. فيك تضمن لي هالقرشين من أبوك بدون ما يدرى أبي؟ من أبي صعب لأنه هيك، بس مني ممكن، أنا الشركة اللي بدها تأمن لك المبلغ على جنب. عندك شركة خاصة فيك؟ خاصة فيي؟ لا، بس بمون عليها منيح. وعمولتك؟ نفس القرشين اللي بدي أقيم لك إياهم. يعني بدي أقيم قده. بس هدول القرشين حبيبي يعني بيطلعوا ملايين. بتعرف إني ما عم صدق؟ ما عم تصدق إنه بده يطلع لنا ملايين؟ لا، انه تفهمنا بهالسرعة. يا سيدي بدنا نتفاهم بسرعة، هذا عصر الانترنت والايميل. بس المهم نحن نتفق على المبدأ.
إذا متردد فيك تنسحبها. لا عفوا أستاذ مهدي، ما قصت متردد أو لا، بس أنا بفضل نلتقى برات الشركة، نبحث الموضوع من كل جوانبه وبعدين بنبد فيه. معناتها اليوم نتعشى سوا، هي رقم موبايلي، إذا معك كرت أعطيني إياه أو رقم موبايلك أو أي شيء، وأنا بفهمك كيف تتفاهم مع بابا. خالصة بس عرضيها على الأستاذ مهدي. شكرا. أنت شو قصتك؟ قصتي إني حاببتك. بعرف اني هبلة بس حاببتك، مع انك مو حاسس فيني منوب ولا رح حس فيك، ويا ريت تنتهي بشغلك احسن ما انقلك على شركة تانية. وعلى فكرة انا مو تبع حب وعلاقات هيك بلا طعمة، انا زلمة تبع جواز، وهلأ مالي مفكر بهي الجواز. وايمتى ممكن تفكر؟ استناك. انتي مو معقول. لاني صريحه مع حالي. لانك هبله مثل ما قلتي لي. اجتماعنا باذن الله بكره، خلينا نقول بنفس الموعد، ونحن بنحاول انه الاوراق كلها تبع العقد تكون جاهزه. خوش كلام، احنا ان شاء الله من عقودنا تكون جاهزه. لا بس ممتاز. بالمناسبه تيسير سائق وسيارته رح يكونوا تحت تصرفكم لبكره، يمكن تحبوا تطلعوا جولات هون ولا هون ولا تشتروا ولا اي شيء. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا. شكرا. السلام. بظن انه هاي رح تكون صفقة العمر. صفقة العمر؟ لا، صفقة العمر لسه بكير عليها. تعرف ليش؟ لأنه أخوك مهدي لسه ما طلع على بنود العقد، ويمكن يكون في له اعتراضات أو وجهة نظر ثانية أو بتعرف أخوك البيك. سالم بيك؟ قالت سالم بيك، ما هيك؟ أنا كم مرة قلت لك لا تستعملي كلمة بيك؟ ما بحبها أنا. قولي سيد سالم. قولي يا عمو. نعم. في السيد طريف الايوبي صار له حوالي ساعة ونص عم يستناك. وينه؟ عند الاستاذ مهدي. عند مهدي؟ شو عم يسوي؟ طلعوا بيعرفوا بعضهم وعزموا على فنجان قهوة بمكتبه. طيب اعطيني دقيقتين وخليه يدخل لعندي. رايح تمام. استاذ مهدي؟ السيد طريف لساته عندك؟ خليه يتفضل. مرحبا استرحاب. اهلين. شو ما عرفتيني؟ انا جاركم ساكن بهذيك البنايه بالابو. عرفتك خير؟ انا كنت بدي اقول لك انه انا عن جد كثير كنت متضايق وقت ما سمعت انك طلقتي. وانت شو دخلك؟ انا ما بدي شيء، بس كنت اللي بدي اياه انه هيك نقعد انا وياك بشي محل. امشي بطريقك واتركني بحالي. الله وكيلك انا كثير منيح. كل اللي بدي اياه انه قلت لك اتركني بحالي، واذا بتحترم الجيره اللي بيناتنا لبقى تتعرض لي.
يي والله ما حذرتي والله. شو بده منك هذا الأزعار؟ مثل ما قلت أزعر وعم يتحركش. هذا دائما بيتحركش ببنات الحارة وكلهم بيعرفوا إنه هذا غليظ. شو بدنا فيه؟ خليني أطلع أتغدى ولحق أرجع الشغل. شلون مدرستك اليوم؟ مثل مدرستي امبارح. لما فاق صار له اكثر من 40 ساعة فاقد الوعي. مو انت قلت لي خلال 24 ساعة ممكن يفيق؟ سيدي هذا كلام الدكتور، بس الظاهر لانه اصابته خطيرة شوي. يا طلال هدول ممكن يهربوا برات البلد ونحن عم نعطيهم الوقت. سيدي الدكتور متوقع خلال ساعات يستعيد وعيه، وانا بدوري شددت بالتدقيق على الحدود وبالمطار وبكل منفذ الهروب. هذا ما بيكفي اذا قرروا مغادرة البلد. سيدي وفي خبر ما رح يعجبك. ليش في شيء عاجبني لهلا؟ هاد لشوف. سيدي واحد من رجال الأمن عبد السلام رزق أطاق عمره. الله يرحمه. إيه. الله يرحمه. بس الله لا يرحمني إذا برحمه ده الكلاب. سيدي ومن ساعتين ونحن عم نراقب بيت أهله لرياض مرق علينا أخوه المتزوج ساكن لحاله. طلع بيعرف الشقة اللي أخذها رياض. وهي كمان مكان للعصابة. دهمنا الشقة بس للأسف ما توصلنا لأي معلومات جديدة، ماسحين أي أثر إلهم حتى البصمات. وبالنسبة للجيران ما عندهم أي فكرة إلا أنه كان يجي لعند رياض رفقاته شباب أحيانا. هدول مو عصابة لصوص، هدول عصابة قتلة ومحترفين كمان. لازم نجيبهم يا طلال. رح نجيبهم سيدي وبإذن الله بأسرع وقت. ما عاد في وقت، ما لازم نضيع ولا دقيقة. بدي أفراد عصابة القتلة هدول قدامي هون وعلى رأسهم هذا اللي اسمه أبو صالح. رح يكونوا قدامك وساعتها رح طالع لك جوزة حلقهم. تحركوا بسرعة ومروا على المستشفى وشوف لي شو صار بالجريح. تفضل. حاضر سيدي. ميت مرحبا. أنا الشخص اللي بعت لك المعلومات مع الموظف اللي عندك. قصدك عفيف؟ مين عفيف؟ مين عفيف؟ معقول ما تعرف اسم المرسال اللي بعت لي إياه؟ المهم معلوماتك وصلتني. شو رأيك؟ مثل قلتها فيك تنقع وتشرب ميتها. عم تمزح؟ لا. لكان اسمعني منيح. سمع على التليفون ما رح اسمع. إذا بدك نتقابل أنا جاهز، إلا إذا كنت خايف إني أكشفك. المفروض أنت اللي تخاف مو أنا. حبيبي أنا ما بخاف غير من اللي خلقني. صدقني إذا تفهمنا بيكون أحسن لك، لأنه ما حدا منا ناقصه شجرة، وخاصة أنت أخذ كل ثقة أبوك. قلت لك منتقابل يا أما عمل اللي بدك إياه. لكن خليني أنا أحدد الزمان والمكان. شو يعني بدي أنصب لك فاق؟ ما بيطلع لك. Thank you.
الو، اهلا سيد طريف. يا اخي ما مهم، انت عازمني انا عازمك، المهم نقعد مع بعضنا ونوصل لطريقه ونتيجه تقنعنا نحن اثنين. ماشي ماشي. وين؟ خلص بتلاقيني عم استناك بعد نص ساعه. مع السلامه. عينتك محروق كتير يا سيد طريف، معناتها في البيضة إلي والقشرة إلك. وحدة كانت عايشة بغرفتين ونص صوفة، بيحق لها تتعنطز على السكنة بقصر؟ خلصتي دروسك؟ ماما؟ هلا أنا بدي أفهم، أنت ليش عصبية دايما؟ شو هاد؟ وليش هالسكنة بهالقصر مو عاجبتك؟ بتعرفي أنت هيك عم تدمري حياتك بإيدي. شلون شلون؟ يعني إنه قصدي عم تجني على حالك. من أين جايبة هذا الكلام ولي؟ أنا كلام؟ هذا الكلام اللي بدي دمر حياتي وإجني على حالي، هذا الكلام أكبر منك. أكيد ستر دينا هي اللي قالت لك ما؟ لا لا لا، تيتي ما دخلها. دخلها؟ أنا شفتكن قاعدين مع بعض وعم تحكوا. شو قالت لك كمان؟ ما قالت شي، والله تيتي بتحبك. نفيل؟ لا تكذبي، تيتا بتحبني؟ ليش ضربتيني؟ لك أحكي. شوفي، شو القصة؟ تفضل، تفضل اسمع أمك شو عم تعلم بنتك. احكي نفيل، وإياكي، إياكي إنك تكذبي بحرف. نفيل؟ شو القصة؟ ما في قصة بابا، بس تيتا مو هين عليها تضل ماما بارمة بوزة وعم تتعنطز على السكنة بهالقصر. سمعت؟ مو هيك قالت بابا، يعني قصدها شبه السكنة بهالقصر مو أحسن من السكنة بغرفتين نص صوفة. عم تعيرني بعيشة أهلي؟ يا ندى، أكيد أمي مو قصدها. لا قصدها، أنا رايحة لعند أهلي اللي مو عاجبينها، راح أترك لهذا القصر وخلي أمك تجوزك وحدة تقبل تعيش بهالقصر. هذا خلاص بقى بلا جنان. تكلي شوف سيد طريف، انت يسلم ويست. شكرا. انت اللي فتحت الموضوع ورجعت ترددت، يعني عم تقول انت انه متضايق على شويه مصاري، اذا طلبت من ابوك ما بيعطيك؟ بيقول لي انت موظف، وانت بتعرف راتب الموظفين بالدوائر الحكوميه. واذا اعطاني بشروطه، يعني لازم يعرف هاي المصاري اللي اعطاني اياها وين بدها تروح. وانت ما فيك تقول له وين المصاري عم تروح؟ يا مهدي، انا شاب ولي حياتي الخاصه. عفوا، انا حاسس انه انا وانت رح نصير اصحاب، والصحاب بفضفضوا لبعض. لا انت معك حق، يعني مو معقول من اول يوم نلتقي فيه تقعد تفضلي وتحكي لي كل شيء. لا المساله مو هيك يا مهدي، انا مبتلي. بشو؟ بالقمار. هذا القمار شغله لعينه كثير. وين بتلعبه؟ بكازينو خاص وله زباينه الخصوصيين كمان، وما عم تقدر تبطله. لاني ما بدي بطله. شوف، هو بيقولوا المدمن على الكحول او المخدرات في له مصح لحتى يشفى، بس المدمن على القمار ما له مصح له. الو سوري. اهلا يا اهلا. امتى جيت؟ ليش ما فيقتني؟ مثل العادة، لقيتك نايمة ما حبيت ازعجك. يا ريتك فيقتني اول ما جيت، هلا بدي اسهر للصبح. ايه شو علي؟ بنسهر سوا. شو رأيك نسهر عند اهلي؟ عند اهلي؟ ايه؟ شو علي؟ بنسهر؟ يلا.
لحظة شوي بس على إذنك. أهلين عبير. مشتاقلي. توقعتك تحكي معي الظهر. شلون؟ هلأ ما عندي شي لا. أطلع فتلة بالسيارة؟ ايه نطلع فتلة شو عليه؟ نص ساعة بتلاقيني عندك بالسيارة ناطرك تحت. يلا باي. شو سريعة هالعبير. لكن يا عمي احنا بعصر السرعة. هيل عن ابو الشغل، لا ليل ولا نهار بنخلص من الشغل. ايه والله عرفت. خير شو في؟ اخي رائد قال شو اجى عميل الشركة البلغارية وبده ياني روح لعنده على الاوتيل اخده واطلع سهل. ايه معلش بلا اهلي اليوم بروح معك. تروحي معي لوين؟ اطلع انا والعميل البلغاري وتطلعي انت معنا؟ لك شو بدي اقول عني زلمه؟ لك شو صاير لعقلك انت؟ تطلع معي ها؟ لك مو هو المشكله. المشكله ما بعرف احكي ولا كلمه بلغاري. بتعرفي لي بشي كلمتين بلغاري لطش فيهم؟ لا والله. لا شوف كمان ما بتعرف تحكي بلغاري. ان شاء الله يطلع يعرف يحكي انجليزي. كيفك موفق؟ أهلين فؤاد. شو من زمان بتقعد هون؟ لا والله بس واعد رفيقي هون على أساس بس يجي نطلع. يا أهلين فيك. وهي برايتك أستاذ فؤاد. يسلموا. كرم عيونك. ولك أنت إمتى بدك تبطل شرب وسكر؟ شرب وسكر؟ خاف الله يا رجل، إيه كلها برايي. فؤاد لا تذكر اسم الله بهالموضوع. الدنيا ما بتغنيك عن الآخرة. وأنت عايش الحياة هي إلى جهنم وبئس المصير. وليش هالمفاولة؟ أخي ما بدك تصلي، لا تصلي بس تجنب المعاصي. هلا أنا عم بعمل معاصي؟ خيو تفحق الشاي انت، أنا بدي امشي. ايه ليش لا؟ فياض حساب الطاولة علي. الله يسامحك يا أستاذ أديب، ما لقيت غير هالمحل التقى فيه. أنا أصلاً خليتك تستناني بهيك محل مشان تشوف بعينك كيف تدهورت الاخلاق، كيف صرنا كفار والعياذ بالله. لازم تفهم الفرق بيننا وبينهم، بيننا وبين هدول المسالين لا على الشرف ولا على الاخلاق ولا على الدين. بتصدق؟ ما عم بقدر اطلع فيهم، جيل فاسد. بالعكس يا موفق، لازم تتطلع وتتطلع منيح كمان حتى تحمي أهلك من هالعصر المنحط، وتعرف واجبك وكيف تحارب الغلط. اللي بده يتعرى يروح على أمريكا وأوروبا، مو بيتعرى هون. هاي الأرض طارة يا أخ موفق، وما لازم نسمح لهم إنهم يدنسوها. أنا معك بس. لا بس ولا شيء، أنا هيك بشوف الدين والدنيا وأنت لازم تشوفها مثلي، لأنه هذا هو الطريق الصحيح. أما إذا كان لك رأي تاني فما رح تنفعني ولا رح تنفع حالك. خلص مثل ما بدك، هاي الأرض طاهرة وما لازم تتنجس. اسمع، اليوم بآخر الليل بدنا نروح مشوار. بآخر الليل؟ لوين؟ مشان تشوف بعينك وما عاد تتردد بنوب. حاضر مثل ما بدك. طيب هلا خلينا نمشي لانه عندي شوية شغل، وبالليل بحاكيك مشان اقول لك وين تستناني مشان نروح هذا المشوار. تفضل. ايه يبعث لك حمى ما اخلصك، طلع من هون. صدقني بعجبك. طلع من هون. شو اللي جاي احسن مني؟ طلع من هون ولك. تعال وراك. لك
أنا آسف عبير، بتعرفي انتظارك لإلي هلأ شو بيسوى؟ 150,000 دولار. وبتعرف إنه بهالانتظار كانت رح تصير مشكلة معه؟ بس أكل نصيبه. شفت كيف هرب مثل الأرنب؟ وأنا روح قلبي الأراني. بتعرفي عبير؟ تليفونك إجا على الجرح وسكره. صحي وقت اللي دقيت لك كنت بالبيت؟ كانت فادية جنبي كمان. شو؟ المهم ما عرفت إنه أنتي. وشلون خلتك تطلع من البيت؟ أخي اللي اتصل فيي مو أنتي. لك 100 أهلين عبورة. يعني اعتراف الحقير؟ قلت لكم إنه أنا مالي مستنصر. لساته ولد ما حدا صدقني. أنا قلت لكم إنه هالوس ما اعترف بشكل رسمي. يعني قبل ما يعملوا له العملية. يمكن كمان قبل ما ياخذ البنج مفعوله. يعني نطق اسم ابو صالح ومعلم وصالي ايش وبنج ومدري شو. ويمكن جاب سيرتك كمان انت يا فاضي. يا حبيبي ليش ما هلوس بعنوان المزرعه؟ فاضي خلصنا قلنا لكم ما نسكنا قدامه. بس انت مالك متاكد؟ مات من وقت ما مات اخوك الله يرحمه وانت عم تهلوس. فاضي خلصنا وعرفنا انه ما بيعرف المزرعه. بس من باب الاحتياط ولأنه ذكر اسم أبو صالح معناتها يمكن يصلوا لاسمي الكامل ويصلوا لهالمزرعة لأنها مسجلة باسمي. والعمل معلي ممكن يعني يطبوا علينا بأي لحظة؟ بشك إنه يوصلوا لي بهالسرعة لأنه في كذا ألف أبو صالح بالبلد ولبين ما يكتشفوا أنا واحد بكون أنا تصرفت. يعني شو رح تعمل؟ انتو خليكن مفتحين وانصحكن تطلعوا حتى عجنين وانا رح لاقيكن محل تاني اذا مو بكرة بعد بكرة بالكثير. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. لازمكن شي؟ شكرا. يلا خاطركم. وين يا ترى ممكن لاقي محل بعيد عن الشبهات وضل انا بعيد؟ وين يا أبو صالح وين؟ ها ما في غيره بيت الوالدة الله يرحمها وأكيد هو بيصير بيخدمهم وبيحرسهم. تقصد أديب؟ بس هذا متدين مو خرج يخبي عنده. لا تواخذني عن حرامية. ومين قال لك إن رح نقول له إنه حرامية؟ مشي معي لحتى نشوف شو بدنا نركب الفيلم وكيف بدنا ندخلها بمخه لأديب. امشي. انت شو عم تقول؟ هيك بهالبساطة بيفوت على مستشفى عام بأوصه بيمشي؟ شو وين قاعدين احنا؟ هاي الشغلات ما بتصير غير بأمريكا يا بالأفلام الأمريكية لأنه هيك مجتمعاتهم. أما تصير عنا والله ماني مصدقها. بعدين منطلعوا لنا هدول؟ سيدي مو بس هيك، ضرب الشرطي الحارس على قفا راسه بقسوة شديدة، سواله نزيف داخلي والله يستر ما يروح فيها. ليش وين كان زلمتك؟ شو كان عم يساوي؟ راح على الحمام سيدي، بعدين نزل جاب سندويشتين من كافتيريا المشفى إله للشرطي، ولما رجع اكتشف الجريمة. وهلأ هو بالحجز لأنه ترك مكانه. نحن لازم نلاقي طريقة نلقي القبض فيها على هذا اللي اسمه أبو صالح ونحط له حد. سيدي ولو إنه اقتراح ذو حدين أنا عم فكر حط إعلام بالجرايد الرسمية ومكافأة للي بدلنا على أبو صالح. شبنا يا طلال؟ بهيك إعلان كأنه عم نقول له هروب برات البلد ولما ترجينا وشك. هذا اقتراحك مو صحيح، لازم نلاقي حل تاني. شو بتقترحوا سيدي؟ بتتابعوا البحث بمنتهى الحرص وخلوا بيوت الثلاثة تحت المراقبة 24 ساعة إلا ما يغلطونا شي غلطة وياعوا بين ايدينا. هلأ انت ما رح تتعب وانت عم تلاحق الموضوع؟ بدك تركض قفال الموضوع كمان وانا حاطت ايدي على قلبي او مركض قفا، فليش نحن اثنين ما نستغل هذا الظرف وناخذ حق تعبنا وركضنا؟ فتيتا لك انت فاتيه قبلي، حاجه بقى مبين عليك شاب ذكي ومن زمانك. بتعرف هلا صفي عندنا مشكله البابا. بابا ما بده غير شركه سالم الازهر تنفذ المشروع. حل هاي المشكله عندي، المهم اللي بده يطلعوا لك ما تروح تصرفهم بالكازينو. رح احاول. جد رح احاول هالمره. رح تحاول ورح تنجح وأنا رح ساعدك لحتى أمنعك. أنت
شو نسيت اني صديقك انا؟ وبهالسرعة؟ لك شو بهالسرعة؟ لك حبيبي نحن هلا بعصر الانترنت والايميل شباب. حلو والله ما بكشي، بس الصورة لحالة ما بتكفي. الحمد لله منيحة. قاعدة على الكمبيوتر. ليش في حدا بيمل من الانترنت؟ ايه يا ستي، بعت لي رسالة هلا وبعثت له رد. هلا مو بكره رايحين على المسبح؟ خلص بنحكي. ليكي ما في فايدة. جوزك مرته جديدة لحسن له عقله. والمعنى؟ المعنى واضح، جوزك بح. لو عملتي 100 حجاب ما حيتركها لمرته الجديدة. شوفي كيف مصدقتها، كأنها عم تقرأ لها مستقبلها فعلا. لو كان لها مستقبل ما كانت خلتها تقرأ. صار معها شيء جديد؟ شو بده يصير معها؟ أكثر من إنه جوزها تجوز عليها وحدة قد بناتها. مسكينة يا أم حسام. قولي مجدوبة يا أم حسام، هي الحق عليها، يلي خلته يتطلع على غيرها من كثر ما كانت تغار عليه وتحاسبه على الطالعة والنازلة. طلعي، شايفة؟ شايفة كيف وقفت لك مثل الجنية؟ الحمد لله. أنا الغيرة ولا بتخطر ببالي. لساتك مالك عم تقربي على جوزك؟ مو بإيدي يا لولو، مو بإيدي. تقولي كأنه في حدا حط حيط بيني وبينه، همدت فرد همدة. بس والله جوزك حباب كتير، كيف هيك؟ ما بعرف، ما بعرف. حتى ريحته ما عاد حبيتها. طيب رحتي عند شي دكتور شرحتي له حالتك؟ دكتور يا لولو؟ طيب دكتورة، المهم تعرفي ليش هيك عم يصير معك. المهم اني مالي متضايقه. ايه بس جوزك بيكون مزعوج كثير. سالم يا دوب يهتم بشغله. مساء الخير جميعا. مساء النور. كيفك يا عمي؟ اهلين مدام رودينا. يلا بالإذن. سألتي نورمان عن ابني يامي؟ قلت لك إنه نورمان ما ممكن تتزوج قبل إخواتها. قلتي لي سألي ما رح تخسري شيء. طيب سألتيها وقالت لك لا؟ ما قالت لي لا، قالت لي مستحيل. على كل إن ابنك شاب بيطير العقل وألف بنت بتتمنى. بسيطة ستي، ما حدا بياخد غير نصيبه. هلا بصراحة لولو، أنت خطبتي نورمان من عندك ولا هو قال لك تخطبي له إياها؟ لا والله أنا من عندي. كمان هو ماله مفكر بجواز، قلت لحالي بقنعه، اسمي عايشة أنا وياه لحالنا، بركي بملي علي البيت بولاده. بكير عليكي يصير لك أحفاد؟ ليش أنت مو بكير عليكي؟ إيه والله بكير، خاصة لأنه إجوا من هي اللي ما بتنطق مدى. يلا يا جماعة أنا بدي أعتذر منكم وأمشي. لا إيه والله. يلا باي باي لولو، شكرا كثير. باي حبيبي الله معك. باي باي رودينا، خلينا نشوفك. باي باي يا صبايا، ان شاء الله اكيد. شو ازدهار؟ انت بقيانه ولا ماشي؟ بكير يا درتاني، لوين رايحه؟ عندي شغل. حاكم شايفتك من اول السهره عم تطلعي بالساعه ومستعجله. ما دخلك. والله؟ والله ما دخلك. يلا باي. انك باي.
مرحبا. مو معقول انت بتفاجئني كل مفاجأة. صدقيني انه رجلي اللي جابوني لهون. شو صار معك؟ ساعته عم يتعرض لك؟ مين؟ جابوا الشرطة وكتبوه تعهد انه ما يتعرض لي. وما قلتي انه رفع عليكي مشط؟ لا، لاني شفقت عليه، صار يبكي مثل الولد الصغير. عندك مناوبة الليلة؟ لا. طيب فيني اعزمك على فنجان قهوة؟ كمان لا. معناتها رح اتصل فيكي على التليفون، بس بترجاكي لا تسكري الخط بوشي. ليش مين اللي سكر بوش الثاني؟ ايه مزبوط، كنت ملبك و انا بعتذر. رح نقي شوية اغراض. الو؟ اهلين مدام. الليلة؟ ايه بس نحن كنا متفقين انه نحكي مع بعض. طيب وين بتحبين نلتقي؟ بالبيت؟ ما بيمشي الحال بالمطعم؟ طيب. رجلك مفكوشة. ايه سلامتك. امتى فكشت؟ طيب. معناته بجيب باقة ورد وبجي لعندك. اوكي، مع السلامة. رائد، بوس ايدك، لقينا بيت. رائد، انا عم بنسلى سلي وحالتي كل مانا لورا. انت بتعرف انه انا رحت عند دكتورة نفسية؟ شو؟ ايه؟ الله وكيلك، بدي لاقي دواء لحالتي. ايه وشو قالت لك الدكتورة؟ قالت لي الدكتورة اني انا تعبانة وانه جهازي العصبي ما بتحمل ضغط اكتر من هيك واني ممكن اتعرض لاكتئاب نفسي. لهالدرجة واصلة حالتك؟ ايه لهالدرجة. حتى الأدوية اللي عم باخدها ما عم تهديني. لدى، مو ملاحظة إنك عم تبالغي؟ إنك مكبرتيها؟ هي كبيرة يا رائد. لك وينك لهلا؟ ملي قلبي عليك. ما لقيت ولا الضراب، كأنه الأرض انشقت وبلعته. طيب بركي عن جد مسافر. قلبي حاسسني انه هون، ما في حدا من رفقاته دريان بقصة سفره. لك يا اخي هون وهو هون شو بنعمل؟ بنحط ايدنا على خدنا وبنقعد. والله ما بعرف يا اختي ما بعرف، حاسس حالي ضايع ومحتار. لا تحتار اخي. بكره انا وياك بنروح لعند الاب كبير العيلة سالم الازهري. ايه ورحنا لعنده شو بدنا نقول له؟ لك يا اخي بنقول له على اللي صار مثل ما صار، وطالما الرجال نضيف قلبه لله الا ما ينصفنا. طيب وصدقنا، شلون بده يعرف انه ولد من اولاده اللي نصب على ابوكي؟ لك يا اخي هو ادرى بولاده الا ما يعرف مين منهم اللي عاملها. حتى لو عرف ما حيقول، بضل الضنا غالي. عندك حل تاني؟ ايه عندي، انك تتذكري الاسم اللي قاله ابوك قبل ما يموت. لك اخي ما رح استنى لحتى اتذكره. اذا ما بدك تروح معي لان سالم الازهري انا رايحه لعنده لحالي، رح احط لك عشاء. انا تاخرت كثير، صار لازم نروح على البيت. ما حكينا ولا جملة مفيدة بالمشوار كله. معك خمس دقايق تحكي فيهم جملك المفيدة. شو؟ بتعرفي عبير، أنا أول ما شفتك كتير ارتحت لك. فيك تقول وأنا كمان. إذا هيك خليني أحكي اللي بقلبي. أنا مو بس ارتحت لك، أنت دخلتي لقلبي بسرعة البرق وقعدتي فيه. ليش قلبك بيسعى تنتين؟ واحدة بس، الثانية على وشك إنه تطلع. ما فهمت عبير. أنا قبل ما أتعرف عليكي كنت ناوي طلق فادي. عن جد عم تحكي؟ شوفي عبير، أنا بحب الحلال وحد الله ما بيني وبين الحرام. تتزوجيني بعد ما طلق فادي؟ لا مؤيد.
أنا ماني خربت بيوت. أنت هيك ما بتكوني عم تخربي بيوت. أنا هلأ بيتي خربان أنا وفادية، ما في تفاهم نهائيا بيني وبينها، أصلا هي مطايقة العيشة معي. والسبب؟ لأنه الشغل أخذ كل وقتي. آها، يعني بكرة إذا تزوجنا رح يضل الشغل أخذ وقتها؟ ساعتها وقتي كله رح يكون ملكك. وإذا دريت فادية؟ دخيلك ليش؟ مين دريان إني متجوز فادية؟ أهلا بس. وأنا؟ غلطة رح تدفع تمنها فادية، لأنه هاد كان شرطي معها قبل الجواز، إنه ما حدا يدرى غير أهلك. وأهلك أكيد لا. أهلي ما لازم يدروا شو ما صار. يعني على هالحالة أنت كم مرة صرت متزوج؟ 3 مرات. والثلاثة طلقتهم؟ فادية لسه. وأنا شو اللي بيضمن لي إنه بعد ما نتزوج تطلقني أنا كمان؟ عبير، أنا عندي إحساس كتير قوي إنه أنت رح تكون الأخيرة. لا حبيبي، إذا ما دريوا أهلك أكيد ما حكون الأخيرة. أهلي ما لازم يدروا، وهي مسألة ما بساوم عليها أبداً. أنت إلك شروطك وأنا إلي شروطي، بعدين لساتنا على البر. بحبي وصلك على البيت. يا ريت. عايزة رحاب؟ لا تقلي إنه هاي صدفة. أعوذ بالله، شو الصدفة؟ صلي ساعة ناطري. لك أنت ما بتكل ولا بتمل؟ أرجوكي بدي أحكي معك كلمتين، وبعد ما أحكيهم إذا قلتي لي ما عاد بدي شوفك ما عاد أرجيكي وشي بحياتك. بس كلمتين. أحكي بس بسرعة. أولاً أنا ما عم عكسك ولا عم بترازل عليكي، ولاني من هدول شباب الأيام اللي بتعرفيهم. أنا غرضي شريف ورايدك. هيك بهالسرعة؟ لك أنا من زمان معجب فيكي وعم راقبك. معلش وبصراحة أكتر عرفت كل شي بدي إياه عنك، عرفت حارتك وبيتك وين بتشتغلي. أنت مو معقول. مو أنا وحياتك، هذا قلبي. وطلعت بنتيجة بعد ما راقبتني؟ إنك بنت بتطير العقل، وإنك البنت اللي بدي إياها، وإنك وإني لازم روح على البيت مشان ما أتأخر على البيت اللي عرفته. أسري حاب، هذا عنوان بيتي وفيه عنوان شركة البابا سالم الأزهري. اسألي مين هن أولاده، وأنا فؤاد الصغير منهم. فؤاد، انت شو بتشتغل؟ حاليا ما بشتغل شيء. يعني منوب منوب؟ بس امتى ما بدي فيني امن احلى شغل. عن اذنك. لحظة، انا سريحة. يا عم شو حمار، ليش قلت لاني ما بشتغل؟ بس رح ضل وراكي لو بدك تلاقيني بصرمايتك. جامع وخايف والقلق
قلت لي دفنه يا محمود؟